هذه من عند أخوكم محمد السامحي، كما وعدتكم بالأمس واللي نشرتها عبر الفيسبوك أنني سأوافيكم بقصيدة حول موضوع الساعة بإقليم توريد. كما أشكر جميع من يتابعني ومن أرحب بالفكرة وصوت بنعم لنشر هذه القصيدة المتواضعة بعنوانها اللي بدلك بالفول بدلك بشورو. أكثر الهول ومعه النفاق وجاب الله اليوم اسمون كتبه لا يكتبوا ذاك ينشر في الأوراق، والمسؤول اليوم تكثر عيوبه البيانات شحال ومن فيكم تاق ذا ينكر وذاك يشهر خطابه ما عنده ضمير عجبه التدلاق وجالس في القهوة وينشر كذوبه. كاد من مذلول حل عينه فاق وما فكر أصله ويدرس نسابه ذاك يعقب وذاك داخلها مشتاق يستنكر ويوقع الكراسة سابه ما فكر بعيد وطلق الأسواق وينفضح السر والحباب يغيبوا. وكثر الهول ومعه النفاق وجاب الله اليوم اسمه نكتبه ما فكر في صديق يقول تلاقي الأسواق وينفضح السر الأحباب يغيبوا. والغريب غريب لا بد الفراق ومن عبر يندم وينزلوا من ركبه. ما فكر بعيد وتلاقي الأسواق وينفضح السر الأحباب يغيبوا. والغريب غريب لابد الفراق ومن عبر يندم ينزلوا من ركبه. ديروا يد في يد ومحيوا النفاق وذاك الطير يطير بريشه تلعبوا. وبغينا البلاد تعجب العشاق وتكثر المشاريع والحساد يذوبوا ويخدم الشباب للدرهم مشتاق والمريض محتاج يزور طبيبه. قوات البيانات والكاشي على الأوراق وما زالت ندموا ياللي تخربوا. هذو حسابات الكل بكم عاق والناس الغيورين فيهم تغتبوا. والله لا عار يكون التفراق والهدف عرفناه ما زالت سيبوا. أكثر الهول ومعه النفاق وجاب الله اليوم اسمه نكتبه لا يكتب وذاك ينشر في الأوراق والمسؤول اليوم تكثر عيوبه البيانات شحال من فيكم تاق وذا ينكر وذاك يشهر خطابه ما بقى والو. الله يلم الشمل والله يهدي الجميع وخليوا بلادنا زي